بدل ما المحلات بتاعتكو فاضية وبتنش، أنا قررت أوزع البضاعة اللي جوه دي عليهم. هو الكل يسترزق وياكل عيش برضه. الله ينور عليك يا كبير يا ابن الكبير، بيوتنا فعلا كانت بتخرب. والعتبة اللي هتحط يافطة بابا المجال هي بس اللي هينزل لها بضاعة، وهي اليافطة بتتعلم. السلام عليكم. بس كده يا معلم. فرج، انت وكشك مهمتكم تسرقوا الفلوس من الواد اللي عامل فيها خط الصعيد ده. الفلوس دي ما توصلش المزاد. وانت يا فرج، كلم كل تجار بورسعيد والسويس، اللي هيزود علينا في المزاد رقبته تطير. حصل يا معلم، بس انا هنعمل ايه في زين اللي طلع في يوم وليله ده؟ زين حسابه معايا تقل، نخلص من المزاد والاثار بعدين نقول على روح يا رحمن الرحيم. عين العقل يا ابنك، أنا كنت برضو بقول إنك سماوي ومش هتسيبنا نضيع يا مؤاخذة ونطلع من المولد بلا حمص. صح، زين مش سهل يا عزوز. دراني كده جميلة، اسم الواد ده ما يجيش على لسانك تاني. أنت على ذمتي، يعني اللي أحبه تحبيه، اللي أكرهه تكرهيه. زي ولاد الأصول يعني. وبقى ما تسيبونا من الأصول اللي إحنا ما نعرفهاش. عزوز، رسيني إيه اللي في راسك؟ الايام بتكشر لينا ولازم روسنا تبقى فلوس بعض. تلاقيش يامه، الايام هتضحك وهتبقى فل الفل، وايه اللي هولع في الكل.